إخواني أخواتي، مرحبا بكم مرة أخرى، وشكرا كالعادة للقدماء والجدد الذين التحقوا بنا أيتما دستما بركة غنوة النون. تحية لإيطاليا لإخواننا على الفيسبوك. إذا الموضوع الساعة وهو الدولة العلوية أو السلالة العلوية التي تحكم المغرب والشعب المغربي المقهور، بين عالم وعهد البغال إلى عصر الكلاب ثم الخيل. إذن هادو ثلاثة متاع الحقب وثلاثة ديال الأزمنة كيعيشهم الحاكم العلوي بمعنى السلالة العلوية التي تحكم المغرب، ومن هنا راهم ذاهبون إلى الدمار. واللي عنده الشك يرجع للمواضيع اللي تكلمنا عليها، واللي هي تنبؤات مبنية على وثائق وعلى براهين وأدلة لا ريب فيها، وهي أن طوفان الأقصى آت لا ريب فيه، وعواصم عربية قلنا لكم مغرب جزائر تونس ليبيا مصر زائد إسرا، حتى هما غادي يمشيو إسرا، غيمشيو مع السروية مع الصباح الباكر، تفيقوا ما غتلقاو حتى شي حاجة. وخارطة جديدة ماشي هذيك اللي بغى نتا ياهو بيبي، لو بيبي بالجمال، اللي هو ابن هذه الولايه اللي انا كنعيش فيها، ولايه نيوجي رجي. لا، خريطه واحده اخرى دي باقي ما شفتوهاش وباقي ما عرفتوها شيء، ورا ها هي جايه، ورا غينبثقوا في المنطقه ثلاثه ديال الامبراطوريات، جوج غادي تشوفوهم قريبا، راه بداو تيخرجوا من الارض كيجيرميو، اللي قال جيرمينال جيرمينوس، بداو كيجيرميو، اللي هي بلاد اللي كيقولوا لكم في المغرب بلاد المجوس، اللي هي بلاد الفرس والايرانيين. راكم شفتو مع الارض النووي، ملي كيبدا النووي كيسالي الهضره. او كاينه الامبراطوريه الاخرى اللي هي راه خدامه من 1900 من 2021 لاسباب ما غندخلوش فيها هنايا، اللي هي بلاد الاتراك. وهادو بجوجهم كيعتمدوا على واحد الماضي كان عندهم، وهادو من الضفه ديال البحر الابيض المتوسط الجهه الاخرى، ومن هذه الجهه غتكون امبراطوريه واحده اخرى ان شاء الله، غادا تكون لي ما بين 2035 فما فوق 2035 40 45 غتكون امبراطوريه، اللي هي الامبراطوريه الامازيغيه، غتكون والعاصمه ديالها في شي بلاصه في المغرب. ما نقول لكم شيء، وهذا مستقبل، حيت اليوم كاين ثلاثه تاع الامبراطوريات، وهاد الامبراطوريات ما يمكنش يهيمنوا بوحديهم، اللي هما الامريكان اللي بداو، او شي شينو اللي هي الشينوا، او الرو الروس. شي ثلاثه الامبراطوريات، وغيبداو ثلاثه الامبراطوريات غادي يبداو غادي يجيرميو، وغيرجع واحد العهد جديد واللي ما غيحضروش فيه العرب، لان العرب جرب. اذا موضوع الساعه هو عالم تاع الحيوانات. اذا غادي نبداو هذا العالم ديال الحيوانات، وما غنطولش عليكم اليوم حيت عندي مآرب كثيره. وهو واحد العهد كان حاكم واحد السلطان، يمكن نقولوا السلطان بمعنى متسلط، وما حكمش المغرب كامل حيت ما خلاوش القياد والباشوات. وقتاش غيوليو الملوك؟ حتى 58 ملي غتجي فرنسا ومن موراها الدول العظمى، وعندهم السلاح عندهم السلاح، ماشي ديمقراطيين، وتيقتلوا الناس باش يوحدوا البلاد ويخديوها العلويين اللي ما قادينش عليها. راكم شفتوا محمد السادس كيطيح ليه السروال، كيفاش غادي يهز 40 مليون على كتافه؟ ما يقد عليها غير علي ودعكري. اذا كان واحد السلطان اسمه احمد، ولا اسمه مشي سوقنا، اللي هو علوي، اللي هو الحسن الاول. والحسن الاول والحسن الثاني شتو كيفاش مات؟ قتلته غير واحد المراه، تحيه نضاليه ديالها والله يرحمها، نعطيوها شويه راه مي غنحكم البلاد كلكم، غنحيد لكم حسنه حسنه، وغادي نعطيهم 40 مليون ديال الحسنات، غنعطيهم هذه المراه هذه اللي طيحت الحسن الثاني وجابته كاو تكنيك دوده. الحمد لله تهنينا منه، كون بقى اليوم راكم شمعه بني اسرائيل حتى هو يا اوي. وإذن هاد الحسن الاول هذا ملي غادي يموت واحد البغله ماشي يساريه، حيت اليسار فكر صهيوني،
وماشي شي حاجه وحده اخرى، مغربيه قحه بمعنى امازيغيه، ما غتهزو شاي. البغله رفضاتو ومشات طوري سنين ديال السنين، مشات وغادي نجيو لواحد المجتمع في هذا البلد اللي ماشي امين، ماشي امين. علاش؟ حيت العلويين ما معاهمش الامن والسلم، ما قدو يضربوا حتى بقرطاسه. ها يضربوا العدو، هما كيضربوا غير الناس في 65 في الدار البيضاء، ولا كيضربوا في 58 في الريف. حكارين، نعم حكارين، حيت هما اللي جاوا على الظهر ديال الابيل. الابيل بمعنى من الابيلي، وطوري سنين الى البغلي اللي ما قبلهم شيء، وطوري سنين من بعد هاد البلد اللي ماشي امين غيولي امين ان شاء الله مع علي ودعكري. علي انا هو يا البديل، البديل ها. ومجتمع ديال الكلاب، الكلاب وهجمت الكلاب في المدن المغربيه برمتها، برمتها، نعم برمتها، وخاصه وخاصه في العاصمه ديال سوس المعسول. ما بقى لا سوس لا معسول، بقى غير سوس لبن. وغيخرجوا الكلاب في أكادير، في أكادير العاصمة ديال سوس، غيخرجوا الكلاب بواحد الحدة وكتار وجيعانين، حيت كلشي جيعان، حتى الحيوانات في العالم ديال العلويين. نسعوا الله السلامة. أش قلتوا؟ الأوروبيين ما غيجوعوا شاي. كيسفت لهم مولاكم محمد السادس الذهب والفضة، حتى الفلوس ديال الفوسفات، الفوسفات براسو. أنا صاحبي كيعطي غير الأفارقة، حتى الأوروبيين مزيان. والخضروات والفواكه ما خصهمش يموتوا بالجوع. الأسماك الذي ما غياخذوا الأسماك، واخا تقول المحكمة الدولية ولا المحكمة الأوروبية، على مالهم ديمقراطيين؟ نو نو نو، تكون الديمقراطية ما يكون عليه، وغادي نشوفوا كيف غنتعاملوا معاهم. نعم غادي نقررهم الديمقراطية، هنا ديمقراطية الأمازيغية اللي عاد غادي تشوفوها. إذن العالم ديال الكلاب في أكادير، سبحانك يا الجليل. ها بكري كانوا عندنا الكلاب في سوس كيحدوا الديور وكنشرحوا بهم، واليوم غيخرجوا الكلاب. وأول مرة في التاريخ ديال الإنسانية، وما عمرها ما كانت مني، بدات الدوله وبدات السياسه وبدات الحكومه، الصدر الاعظم، الوزير الاول، رئيس الحكومه بظاهر شريف عينه جلاله الحيم، شي ما كنقول جلاله الحمار، لا جلاله الملك محمد السادس، عين اخ النوش نابت من واحد الجبل. كانوا غياكلوا الكلاب، وقولوا لي راه ما كنكذبش، إلا قلت لكم شي واحد كانوا غياكلوا الكلاب، كاع شفناها بالصوت والصورة، كانوا غيقصوا الكلاب نتاع أكادير. علاش؟ حيت ولاد أكادير ما ماشي رجال، ما بقوش فيهم الرجال، مالهم؟ اللي مات مات، واللي ما ماتش خوا الشيكتور. أوي ولاد بوتشاكات وتا البرج دخلوا لديورهم، ونسعوا السلامة، دخلوا لديوركم راه النظام تيقتل، مزيان، ولكن راه الكلاب خرجوا كانوا غيقصوا. كانوا غيقصوا الوزير الاول، بمعنى كل خو محمد السادس هذاك راه هزوه رجليه، حيت علاش؟ حيت كان تياكل اركان. ومحمد السادس هذي غير سكيري، شتي علاش قلت لكم السكيريه ما تمشوش معاهم ما تعتمدوش عليهم، غيقبطوه من الترمه ديالهم وبقى فيها والو، وغادي يقصوا الملك ويضحكوا عندنا الامم والمجتمعات، يكتبوا عندنا في التاريخ واحد ما قبلتوش البغله وواحد قصوه الكلاب. على اين؟ كانوا غيقصوا الوزير ديالو بحال الوزير الاول، بحال الملك، بحال بحال، مزيان اصدقاء، كتجمعهم الزماله. اذا هاد العالم ديال الكلاب هو العالم الذي يليق باش بالسلاله العلويه، بالسلاله العلويه، بمعنى جاو بالابل، وشتي الابل وطوري سنين، العالم ديال البغال اللي ما قبلوه حتى البغال ما قبلوهم شيء، سبحانك يا جليل. والعالم ديال الكلاب مزيان، ودابا بغاو ينعشوا الناس بالعالم ديال الخيل. تكربن تكربن، علاش كاع المجتمعات مشات الا المجتمع المغربي؟ حيت العلويين ما خصكش تمشي، علاش غتمشي؟ خصك تبقى.
بين البادية والجبال و... ها والسدود باش دير الفلاحة، فلاحة زوينة اللي قال واحد الموشخ ديال الشلوح، واحد الخائن مختار السوسي. مشى السوس هو يقول لهم تفلحت هادي تشوه تفلحت ارقيتي شتا وكضيض. الايديولوجيه السوسيه نتاع واحد الصهيوني اللي هو مختار السوسي قال لهم سوس تحت اوامر ديال ابن اليهوديه على الفاسي. المختار السوسي كيقول لهم سوس عليكم بالفلاحه، كتاكلوا نتوما وكياكل فيها النمل والطيور، عرقيتي شتا اقداد تشوطفين والناس غادي يفرحوا. كانوا كيلبسوا غير الجلاب ومازال تيلبسوا غير الفاقع حتى اليوم وما عندهمش الماء. عالم ديال الحيوانات، عالم مبني فلسفة سياسية قاتلة، ايديولوجية صهيونية قاتلة مبنية على الحيوانات. اربط الفلاحة مع كياكل فيها النمل حيت كاين الصورة ديال النمل. و سيدي عمر المختار السوسي راه قرا الشريعة والطيور، كلشي كيجيبوه التنزيل الحكيم. زوينة هذه ايديولوجيا. سيدي عدنان الفاسي حتى هو قالها ليهم فين؟ قالها ليهم في مراكش في جامع الفنا. نعم قال لهم عليكم بالفلاحة. نعم وغيدير لهم جون دارك ومدرسة ديال قسوس يقراو الفرنسية ويمشيو مزيان. الحسن الثاني ما قال والو، الا قال شي حاجة حتى هو صهيوني، هو أكثر منهم. علاش؟ حيت داكشي عنده في الجيني سيفيل والجيني موتور وداكشي الاخر. مسكين خصنا نترحموا على المرأة اللي هنتنا منو. اش قال؟ قالك خليهم يصنعوا، حنا غنديروا الفلاحة طماطم ولا بدا يجيو عندنا ياكلوا الطماطم. هو قالها وخرجوا كاع المغاربة تيهضروا في الشارع، الشعب المغربي راه مكلخ. قالوا وعندو الحق، مطيشارة طاحت في السوق هاد اللي ما تعديش فيها غير 4 دريال، ساعة ما جاوش عندو يدو مطيشة. ولدو الكروموزوميك اللي وقع عليه اللي هو جنجل عندو داك اكسيدون كروموزوميك تران ضرب الطوبيس في هو كي يصيفطها ليهم معلبات وفي الثلاجات وفي المبردات وكيصيفط لهم حتى الحوت. كنت تعطي الفيزا للحوت ويمشيو، الحوت يمشي بوحديه في البحر ولا خفتي يهز على دارو شي محمد. عالم ديال الحيوانات، عالم ديال الحيوانات. شحال تعطيوني الى ما حكمتش انايا؟ شحال تعطيونا المغاربه ونتحداكم 50 مليون الى ما حكمتش انا البلاد؟ ولادكم وبناتكم. نعم يديروها ليهم هادو اللي كياكلوا العصا دابا في الكيان راه غيجيو. نعم حتميه تاريخيه الى هربوا من تما حيت كاين الرجال كيضربوهم من كل حد بين وصوب. وشتوها في التلفزيونات مزيان وغيجو اقوام وحدين اخرين، اليس كذلك؟ ولادكم. نعم اذا ما عندكمش حل واحد اخر غادي نتصنتو دابا الاخ نقاش. نقاش هو بدر خجامه هذه السميه ديالو، هو ولد الرباط والتقدم، القناة ديالو سميتها نقاش. نقاش هذا العنوان، ولكن كاين عنوان عريض تحت هذا العنوان نقاش
اللي هو عالم جديد يناديكم، عالم جديد يناديكم. إذا غادي نتسنطوا ليه في واحد المقطع في آخر فيديو ديالو، و أنا ما حضرت ليش، جيت لقيته هو ديما كيدير داكشي بكري، ومعاه هو عايش في الشينوا وانا عايش في الجابون وحنا بعاد بزاف. غادي نتسنطوا ليه. إعداد التراب الوطني، ما عرفتش شنو هذه إعداد التراب الوطني، واش عندها علاقة بالهندسة، واش عندها علاقة بالبناء، واش عندها علاقة بالتجهيز، باش شنو شدير؟ إعداد التراب الوطني، إعداد وقيلة الإنسان الوطني أو الإنسان المغربي ليصبح لقمة صائغة عند عباد الله. كان الجوع والعطاء، نعم كان الجوع والعطاء، أو حيت ماشي الناس القدام ماشي بغوش يعرفوا هذا الشيء، هذا خصوصا الناس القدام بغوش يعرفوا هذا الشيء. هذا تقول لك كان كل شيء، كان الماء، كان 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 الناس راه الجفاف جاع عليهم، راه التسعينات والثمانينات الناس جاع عليهم الجفاف، إلى الآن الناس جاع الجفاف، الناس من العربيات واخا ما يكونش الجفاف ما مطفاينوش اصلا، ما كان لا شابون ما كان تنهب. الناس ديال السبعينات والثمانينات يعاودوا لك على هذا الشيء، هذا تيعاودوا الناس على ان البنان كفائكه في فاكهه ليمونه جابوا الصيامه البنان، واه البلدان كامله تتكون هكا هي في الحقيقه، ولكن هذا الشيء كله اللي تشوف دابا حاليا ما كانش كامل، لان المغرب ماشي هو اللي نتج هذا الشيء. هذا علاش تقول هذا الشيء؟ هذا هو الهوامش ديال داك الشيء اللي صنعوه عباد الله في الغرب، والبحث العلمي وداك الشيء، الزريعه وتطور الزريعه وتطور بزاف ديال اللعيبات استفدوا منه، كاع العالم استفد منه، ماشي غير المغرب. الوافي تحياتي لك، ايام الغولة المذيعات تطبل لي بالمباشر، وهذا مفكر حماي ومن خبر عار والجهل صنعت من اجل تحماي، وانا قلت لك اخي بدر كنت اكثر من موفق في من هذا المباشر، موضوع شيق ودسم توعوي، كان العقل ام بالك مكلخ. لا دابا حيت هذا الموضوع خونا داوش، دابا هذا الموضوع الا مشيتي جديتي يمشي تشدو شي واحد يجي مشيتي تتحاور به في احياء شعبيه مع ناس عاديين تسحبوك تاعك حماق وكذا، وهذا حيت هو موضوع اكاديمي. هذا هو الفيلم، مشيتي جديتي هذه الهضره هذه، مشيتي تتحاور فيها مع الناس باش تقول لهم كيفاش البرامج وهذا 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 المناهج التنميه، يقول لك وانت ما عندكش حق، وانت باش تقول لي انا الناس تتامروا علينا، ماشي اللي يقول لك الناس، يعني هو اصلا موضوع شاسع وكبير، هو موضوع اكاديمي كاين في الجامعات وفي هذه، هو حتى شي معروف. وهذه النقطه هذه كان شرحها لي واحد السيد وحق الله دابا حاليا استاذ في المغرب ديال السوسيولوجيا، اللي هذا الموضوع هذا ماشي ديال الاحياء الشعبيه ودير كذا، هذا بقى يبداو يتنصوا عليك، يبداو يضحكوا عليك، هادو حيت هادو ما عارفينش هذا بوعد واحد اخر صاحبي، هذا الشيء اصلا باش تيقرا الطالب وتيعرفوا لاول مره تيتشوكا تيتشوكا تيبقى يخمم وتيبقى تيرد الفكره، تيبقى تيرد السينتا الافلام اللي شاف والبرامج والمناهج الدراسيه اللي قرا والحكايات اللي قرا في المطالعه، وانت هادشي مجربين ما توقعتش على ان الناس انت في حوار مختلف، حيت حوار فيه اخذ ورد وفيه جدال وفيه داك الخيل اللي تتهضر معاه حتى هو باغي يهضر، حيت ما تديرش ليه تيدرس تتهضر معاه، وانت يا نقصتيني شاد ليه المسكين تتولي تقول لي هادشي، هذا تقول لي ان الدوله الا تتوجدنا لهذا التخت هذا ماشي يجي توقعاش منك، توقعاش منك. حيت انا تنشوف انه الاخبار اللي كاينه وتنحاول ندير لها الاسقاطات في الاشياء اللي هي شوف الاخبار اللي كاينه تنحاول ندير لها اسقاطات داكشي اللي تنعرف. واحد خينا كان شارك معنا واحد الفيديو ودائما تنبغيو نبيعو هنايا، هاد الفيديو هذا ديال واحد اليوتيوبر مشى لبالما، بالما هي واحد الجزيرة كاينة حدا الكناري اللي وقع فيها البوركان العام اللي فات، والبوركان الناس فين ساكنين شيو، الناس فين ساكنين، مشى دخل مع واحد للدار يدخل وتيت جيني وقال لنا قال لي زعما هادشي مزيان، ولكن واخا مزيان ماشي يقولوش هو مزيان شايفين، تقول لي لا دابا وانا بغيت نعلق غير طابلو ما نقدش نعلقو، ما عنديش كيفاش ندير تنثقب هنا وجاني على انه مساكن وهادي وهادي وهادي، لكن ما شافوش هما الناس ديال فين ساكنين، ديال كونطوني اشيا كونطوني فيها السخونية البارابول من السق فيها الضو فيها الماء يا كلشي، هادشي داكشي كيفاش معيقن مقاد متون، شنو نعطي جديد كلشي جديد، يعني
بالنسبه ليهم تيتكلموا على المعاناه ديالهم، لان الحياه نسبيه. الحياه في فين؟ الحياه نسبيه. ولكن تخيلتي هادو مشيتي تشديتيهم من لهنايا وركبتيهم في الطياره وهبطوا في مراكش وطلعتيهم في الطوموبيلات وبقيتو تشوفوا شنو واقع في الحوز، غيديروا ناك يا ربي واش كان هاك حمد، ناك يا ربي واش كان هاك هاتيني. هاد البلاصه هادي كي فيها الزاز الارضيه وكاين البركان وكاين وكاين. اذا السكن والمعيشه والنمط ديال العيش كيخدع لذاك الارض اللي انت كتعيش فيها. اذا ما كتكون واحد الدوله، كاين حكومه، كاين رجال، كاين ناس مسؤولين تيفكروا في النمط ديال العيش اللي كيوالم وكيوافق هذيك المنطقه. حيت الغرض ديال الانسان السياسي اللي حاكم هو انت يا خصك تعيش مزيان، انت خصك تبقى عايش، انت ما خصكش تموت، خصك تكون عندك كل شيء. اذا غيديروا لهم السكن، باش غيديروا لهم السكن بشي حاجه اللي ما غيمكناش تهرس، ولا كانوا الناس ما يتلحقش بهم ضرر بالطول بالحديد. داروا لهم مساكن بالحديد، بالحديد، ولكن المجتمعات اللي فيها الانسان ما تلاش باغي غير ينعش وياكل ويشرب، ديك الغريزه الحيوانيه اللي عند الانسان المغربي شعوب ما عندهمش. فكرات بلي عندنا هاد المراه هادي بلي ما يمكنلهاش دير لوحه فنيه في الحيط، حيت ما يمكنلهاش تضرب المسمار، حيت ما يمكنلهاش تجيب المسمار ومارطو بيكور وتثقب باش دير اللوحه. واخا الدوله والحكومه اللي حاكمهم فكرات فيهم اشنو هذه هي الحكومه. كاين واحد الحكمه باش كتحكم الناس في هذاك الارض، هذوك اش خاصهم؟ بمعنى في دوك ولا خاصهم واحد النوع ديال السكن في وجده، واحد النوع النمط ديال العيش. كل منطقه منطقه كتختلف وخص الناس اللي مسؤولين. هاد محمد السادس بحكم هو ما حاكمش وما يمكن ليهش يحكم، والحكمه ما معطيه شيء للانسان العلوي اصلا اللي جا على الظهر ديال الابل، راه غير عنده واحد الوظيفه خلاته ماما فرنسا باش يدي لنا رزقنا لعند ماما فرنسا. كان يشوف بحال هادي ما شافوها شيء، ورا هاد المدينه هاد بالما هادي هاد تيكزيرت غير واحد البلاصه بحال هكا فوق واحد الحجره. دير بحالها، شريه من عندهم، شريها بمليار وفرقها على الناس ديال الحوج وديال السوس، أليس كذلك؟ وقول لهم يديروا فيها الشراجم محلولين للسما، يوركوا على شي بوطونة ولا يديروا تسط وتدخل باش يدخل عندهم الهواء وما تكونش الحرارة. ولكن محمد السادس هو من معاه، وحتى الناس اللي كيطبلوا ليه الملكيين شمون بوكمون عميون. هذه هي الحده، هكذا راه مثال، هذا راه مثال. علاش مشيت تشري ليا تي جي في؟ علاش الانسان المغربي كاع غادي يطلع في التي جي في؟ ترى اكروند ديستونس ولا كروند فيتاس، فين زربان؟ كندير من طنجة حتى للسينيغال بار بار، سيمانه كنساليهم وعلى رجليا. علاش غنطلع انا في التيجي؟ انا ما عمري ما طلعت في التيجي في حتى في فرنسا، ما زربانش انايا، انا افريقي، انا عندي الوقت الكافي، انا راه 50 عام وانا كنتسنى. شتي الصبر؟ ها ايوب جاي باش يحرك الاقتصاد نتاع الشركه ديال ارستوم والناس في الحوز. شتو الفرق ما بين الدراري ديالنا حنايا والرجال ديالنا بحال النقاش ودوك التلفزيونات ولا اش كيسموهم هادوك اليوتيوبرز الاخرين؟ كيجيب لكم مواضيع ديال بصح.
شتيها؟ حنا عالم جديد يناديكم، ايوا انخرطوا فيه، طلعوا في التي جي في، راه التي جي في غادي بالزربه ولا ضرب شي حمار غادي تموتوا نتوما. يا راكم عايشين في مجتمع ديالاش ديال الحمير والبغيل. وهادي مطلعات تتوعي فينا هي الدار ديالهم اللي تدفنات نتاني، وحنت نتي وحنت وحنت دابا هاد الدار تتوقعوا واقع تيصينو من الدولة تجي تحيد تزيح ليهم داكشي كامل. كدك دابا حنايا بالنسبة لينا ما كرهناش كون كانت تخطات كاع ومابقاش عندنا هاد الأمل. هاد الدار ديالنا كاينة هنايا شايفين، كون تخطات كون هي البوا كنغطاها شايفين. حيت ملي تقلب على جوا من جد باش تعطيه انت الدار فين يسكنوا داكشي تيقلب على جوا من جد، اللي خصهم يجيو عند محمد السادس باش يعرفوا الحياة كيفاش دايرة، تاني باش يعرفوا شناهي يعانون، باش إلا مشاو تقالوا يعانون غادي تكون جات معاهم. القرارات الهلاكية معارك محمد السادس بالجديد والمجتمع اللي وجدت الهلاكية فهمتيني، ولا تيديروا زعما دابا بالالوان تيبان لعباد الله على ان هادشي هذا في شكال وكذا فهمتيني، بس صحابهم من الناس هادشي هذا في شكال تقدر ماشي جبد هادشي هذا كله غي دعايه على ان هذا تراث لا مادي وعلى ان هذا يجيب الشغل، لا يجيب لا الشغل لهم يحزنون. العود ما تجيبش الفلوس، تبغينا ما تجيبش الفلوس. ساكنت هنايا قلنا لكم العلوي جمال ما لابسينش السروال، اقسم لكم يمين بالله ما كانوا لابسين السروال. عاوتاني نقول لي عطيني شي، ما كانوش لابسين السروال العلويين، ما كانوش كيلبسوا السروال. جاو من الجزيره العربيه ولا طلعوا من افريقيا جايين على الظهر ديال الابل، وقلنا لكم مشاو طوري سنين العالم ديال البغال، والبغال ما قبلش من حقه حريه التعبير. راه موجي عبيد الله يبارك في عمر سيدنا، انا ما اسمهمش خنوج ولا وهبي ولا الشلاح ولا دمري الحوانت ولا احمد عاصيد، ما قبلوش العالم ديال والعصر والعهد ديال الكلاب ديال محمد السادس. ودابا هذا غادي يدخلنا عاوتاني العهد والعصر، بغاو يلعبوا بالخيل الليل والسيف والخيل راه بصح الليل كيعرف محمد السادس الخيل غنشوفو لا ما هادو اللي هزين السيوفة لا هادو اللي غادي نرعاه لا براسو وراسو تيجيب هنايا شي ريال، كلشي نتا اللي تتصرف عليه من الاموال ديالك. وحتى دوك اللي جيت تبوردو هنايا هاد الناس اللي جيت تبوردو وتيديرو على ود تشوكا فيهم غادي تكسر الفلوس، وهي يستغلونهم يتستغلوهم. تحية رسمية هذيك صحاب كلشي هذا شي حاجه. اول شيء كتقدم لي السلام على سمو يكون من السيد محمد الصديقي وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات. تطوعت تي تدخل هذه القوات تتعدد الاروقه وتتنوع عليك الاروقه. الدري في رجله غير ما قاصدش ولك هادشي هذا حتى حاجه ما تجوع حتى حاجه. هذا التمثال هذا ديال العود الا كان مصاوب بلاي زين ولا بشي لعيبه ولا مصاوب بالطاوات دي ولا مصاوب بشي حاجه، ما صاوبوا لا ماكينه لا عود ولا هم يحزنون. الالبسه اللي لابسين هاد خياتي هادو تلقاها جايه من ورا ولا جايه من شي بلاصه، هاد الالبسه اللي غادي يقول لك الله كاينين معاه ممكن يكون كاين الحوايج اللي تيديروا ديال البوليس وديال البومبيه وداكشي كله تيجيبو تيجيبو من برا، تبان لك شي حاجه بسيطه تيجيبوها من برا. لكنها تتوحد في ابراز دور الفرس في جوانب شتى تعنى على خصوص بتسهيل مجالات الحضور الامني والعسكر. شي واحد يعقد انا الوليد ديالي كان في الحرس وعارف على انهم عندهم الخياطه وعندهم هادي وعندهم هادشي هذا باش نكونوا فاهمين، يعني عارف هادشي هذا كيف عندهم اللي تيصاوب الصنطه وعندهم اللي تيصاوب كيف داكشي كله بايخ حتى شي لعبه ثاني. وعارف في وسط المدينه وفي وسط الدار البيضاء كاين الخياط اللي تيخيط الخياط تيخيط هاد الالبسه ديال الميليتير والبوليس وديال الضباط ديال هادشي من الخدمات وتيسير مختلف انواع التدخل الذي يقتضيه الوضع خدمه للواجب الوطني. هادشي هذا كله حضور الغرا وكاين بقى اليوم هما غيجسدوا الثقافه في بهذا الطين هذا هاد القلاعي هادو ويبينوا على انهم عندهم شي حاجه ما عندهم ولا شي. الباروض الباروض ما غيكونش عندهم الباروض غيكون السي الصوادو الباروض غيكون السي الصوادو ظل متوارثا عبر الاجيال عنايه وتمجيدا للفارس والفارس كجزء من هويه المغرب وعراقه المملكه. شفتك
كاميرا حشمانه من الاول ماشي زوينه. تلتقي حوله مقومات شتى ترتبط حينا بالجهاز. شتي التكنولوجي كيفاش بغاو يجسدوها بالبينيوات وبالاجزاء ديال السيارات والاجزاء الميكانيكيه مستحيل في فيلم. دابا هذا هو الارتيفيشال انتليجنس هما عندهم. يا هي هذه. تعكس تلك الفسيفساء الجميلة قطع متناثرة على خارطة المملكة تصنع مجتمعة. شتى الكاميو هذا تيسحب لي على انه مصنوع في المغرب على صون هويته المتفردة التي برزت للعالم بجمالية وعبقرية فنية قل نظيرها من خلال اعتراف منظمة اليونسكو التابعة باش كيعجبوك بالانشاء قل نظيرها. اليونسكو هاد المنظمة يوسخون الجهل يوسخون الجهل. شفت هذه الصنيعه في المغرب تسحب لي كاميو صبريو المغربي ما فهمتش انا علاش دايرين هذه الصنيعه في المغرب واش شاد الكاميو اللي صابوا لي هذا الصندوق هذا ولا ما عرفتش شنو هادي بعدا هنايا لكن هذا كاميو ايفيكو واخا صابوا كاميو صابوه ما تزعنيش على انهم صابوا كاميو ايفيكو راه صناعه تتباع يعني الشركه تتصاوب الكاميو وتتبيعو لدول في العالم وتتربح عندها العمال وعندها الخبراء والمهندسين والميكانيسيان والبحث العلمي واخا المغرب يصاوب كاميو بالمحرك ديالو ما قدش يتأذى بطريق الحلامة يمشي تيجيبو الكلاب من نكليز باش يجيبوهم تما يتسابقو تيشريوهم من نكليز الخيل كذلك تيجيبوهم من برا وكان الخيل واحد الوقيته كان في المغرب كان فيها الخيل كانوا الغربيين تيجيبوه من المغرب تيجيبو الخيل من المغرب باش كانت نكليز تتحارب انت تعطي تتصدى بزاف ديال الخيل للاخر انا مولاهم اسماعيل المصمم اللي كانت تعطي الخيل للنكليز اشتركوا في القناة ولايك اشتركوا في القناة القناة واحد 40% ولا 30% غير مشتركة في القناة او تلقاتها 50% لا راه 75 غير كيستافدوا تكونوا زعما تشوفوا ديك الخينة اللي كان تيهضر على علي امانو طلعنا من دور الخليج يقول سيصبح رئيس الحكومة القادمة ضد في أخنوش الحين شافوا الأخر هذاك هذاك السفير السابق السفير السابق العمارتي هذاك دابا شنو نقلبوا عليه الله يبغونا والعمارتي هذاك تحياتي لكم شكرا جزيلا غنمشي نشوفوا العمارتي وكان عارفوا كنت يهضر على علي امان ولا ما عرفت نشوفوه كان واقيلا سابيع في شي بلاصه ولا ما عرفت هو هذاك في القناة لايك لايك إذن إخواني أخواتي شاركوا في القناة وفي كاع القنوات حتى نتاع الناس الآخرين شاركوا في القنوات وديروا لايكات وشاركوا مع الإخوان والأخوات الآخرين وتحية نضالية هذه سلالة علوية أتت على ظهر الإبل مرورا بالبغال التي لم تقبل أحد السلاطين العلويين حيث جسد ديال هاد السلطة العلوي غادرته النفس ديالو النفس ما بغاش تبقى في الجسد سبحانك يا جليل وقعت واحد الانفصام واحد طرتقات واحد البركان هربت النفس ومشات رجع الى ربك راضي مرضية وخلي الجسد ديال العلوي ومرورا بمملكة الكلاب اللي كانوا غياكلوا الوزير الاول ديال جلالة الملك احنا وصلنا مع الاخ نقاش عالم جديد يناديكم ديال الخيل اذا هاد الثقافه اللي ماشي ثقافه الخيل والبغال راها كانت والكلاب كانت ومنذ الازل بمعنى العلوي ما قدرش يدخلنا كشعب مغربي في المصاف ديال الدول العظمى بحال اللي مشات تركيا غير البارح والايرانيين ها هما كيهيمنوا كوريا الجنوبية والشينوا كذلك راكم شتو إثيوبيا كتوصل الاقتصاد ديالها 11% داكرواسونس حتى 11% دابا هبطات وهبطات للتشعود يمكن قاعد 3-8 المغرب ما عمره ما فات 1.5 وما يوصلش من 1.5 حيت الناس ما حاكماش وما كتسيرش إذن حال الوقت باش نخليكم وفكروا مزيان عالم جديد ينتظركم شكراً.